وقد قيل إن أعظم العبادة انتظار الفرج، أعظم العبادة انتظار الفرج. وحتى يكون لك شيء من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، فكل فرد منهم تقرب إلى الله بصالح عمله. فأحدهم ذكر بره لوالديه، والآخر ذكر وفاءه مع الأجير، والثالث ذكر خوفه من الله الذي منعه من أن يأتي المرأة وقد دانت له. ما الذي تسأله نفسك لو كنت أنت رابع الثلاثة؟ بماذا كنت ستدعو الله؟ لو كنت أنت رابع الثلاثة بماذا كنت ستدعو الله؟ إذن العاقل يدخر لنفسه عملا صالحا عند الله إذا وسد في قبره، حلت عنه أربطة الكفن، وفرغ الملائكة من سؤاله، جاءت هذه السريرة لتكون برحمة الله له عونا أن يكون قبره له روضة من رياض الجنة. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وإذا كان الإنسان يدخر لنوائب الدهر دراهم ودنانير يدفعها هنا وهناك، فمن باب أولى أن يدخر ليوم تشيب فيه الولدان أعمالا صالحة عند رب العالمين. قال ربنا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فرغب جل وعلا في طاعته، ودعا العباد إلى عبادته، وقال: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والموفق والهادي الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.